يقول السائل: كيف بمن يعمل في بلاد الكفر في فندق فيه الحلال والحرام وهو مواظب على الصلوات الخمس؟ هل هذا العمل جائز؟ وهل أجرته حلال أم حرام؟ الفندق الذي فيه حلال فيه حرام، فيه إدارة خمر، إدارة الخمور، وفيه عمل المعاصي، لا يجوز لك أنك تعمل فيه، لأن هذه منكرات، هذه منكرات وأنت تحضرها ولا تستطيع الإنكار، فاعتزل هذا الفندق إلى عمل آخر، اطلب الرزق في غيره. والله ما حصر الرزق في هذا الفندق، الأرزاق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبواب الرزق كثيرة ولله الحمد.